هو مسجون ليس من المساجين العاديين، يعني انا عايز امنع تأثيره عن الشارع. انا مش عايزه هو هيتابع لي الحركة الامنية في الشارع وهيتابع اللي بيحصل. طب واذا تابع، اذا هو مثل ما حضرتك عم بتقول غير قادر ابدا، وهو معزول تماما عن العالم الخارجي بايصال اي رسالة او ايصال اي موقف او اي تأثير على العالم الخارجي ويتابع؟ هو انا يعني دلوقتي لما بقول لحضرتك ان لابد من اتخاذ كافة التدابير ولابد ان نتحسب لكل شيء، يبقى احنا دلوقتي تجاوزنا معه؟ لا، ما تجاوزناش معه. ده الراجل وهو بيتكلم حكى للوفد ما يدور الان في الشارع المصري. كيف عرف؟ لانه قال انه طالما تم اقصائنا من الحكم ستشهد مصر انفجارات، ستشهد مصر انفجارات واغتيالات. على مسمعك كيف قال هذا الكلام؟ كيف هو تنبأ ما هو في علم الغيب ان لم تكن هي خطة موضوعة؟ هل قال هذا على مسمعك؟ على مسمعي ومسمع الاخرين. كيف قال لهم هذا بالحرف؟ يعني ما هي الواقعة تماما؟ يا ريت فيك تصورنا الواقعة، ماذا كان يدور من حديث عندما قال لهم هذا خيرة الشاطر؟ كانوا في مرحلة الاستماع إلى رؤيته. نعم. والتزموا الصمت جميعا وبدأ يتحدث كثيرا ويسرد الوقائع وقال لهم أننا كنا نمثل الاعتدال وطالما تم إقصائنا ستنفجر مصر وستشهد اغتيالات. كان يشرح لما سيكون واستمعوا له جميعا ولم يعلقوا عليه. ولم يعلقوا أبدا على هذا الكلام؟ هم كانوا في موقف الاستماع. نعم. وحضرتك ما علقت؟ ما لي دور ان انا اعلق. انا تواجدي هو تواجد امني. هل تلقيت تهديدات من داخل السجن؟